كنت احنا بانتظار اوه متابعة هذه المواجهة اللي ايه نتيجتها ما انت تجرب حتى احنا تكتيك نجرب للإثارة. انا ترى جربت تكتيك ما جربت مكان لاعب الا حتى انا شوف بجرب اجرب مكان بحط لك جيجز مهاجم يرجع جو هاي رايق رايق نقول شوف 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 يا اخي عبدو خرا انت مسوي يا اخي ممنوع هذا اللعب انت خاتيك يا عبد كذا خلاص 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 هيش انت تسوي كذا بعدين نسوي كذا بعدين كذا عشان اكونت تسوي انت زي كذا انت زي كذا لا انا ما انقطعت مني ورجعت ايه قاعد يسوي كذا بعدين كذا ايش هذا اللعب العب زي الناس يا اخي شوف شو انا اوريك كيف تلعب يلا وريني كيف تلعب يلا روبرتو كارلوس ايه بدي اضغط رون اضغط رون بيتر شمايكل رجع الحارس وعلق على رون طيب لوثر ماتيوس ايه محاول دقيقة انا ارجع بدي البند الظهير غبي قرع لويس فيجو اما فيجو لويس فيجو لوثر ماتيوس لوثر ماتيوس احمد احمد مايك ول ول ماذا يحدث العبوت صدق اي صدق ايوه عشان كذا من عارف سامع صوتي مرتين كفرك اي كده يقطع ابغى اوصل للترماتيس هو اسمع والله ما في وين رايح وين رايح كشف التسلل ماتيس مر فيها عدى فيها الريل بيلي قول لي قول لي قول لي يستخلص الكرة وينهي المحاولة يا عيني الباص كيف الونتو معك ارجع قلت قول لا اصبر 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 يا تعال ايه بتروح الكرة هذا شو متحمس ايه لعلك تحمست ارجع 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 صلعة ايه صلعة ايه صلعة فرصة والكرة في وضعية الهجوم صلعة فرصة متاحة للعب العرضية ايه مالديني لا لا يا خلاص اتعمل لازم اتعمل اتعلم اكنسل زي كذا هنا في الاماكن اتعمل ايه اتعمل يلا بالي اتعمل يا اخي زي كذا خلاص شفت ما لا 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 يا اخي انت فين رايح؟ خليت راح البيت البيت قطع الكرة واه ها 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 تسلل لا ايش لا تسلم لا يا اخي حسبت مو متسلم شوف 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 لوثر ماتيوس روبرتو اي ما عليك شوف شوف انا برجع المدافع الفريق المستضيف الان يلعب انا علي اقرا ايش بتساعد مال امي اه يا مالك يا مالك اه شوف 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 ضغط ضغط لا مو ضغط كذا برتكار سمعت والله يلعنك ابي ليه هوشت لي راح في قرح 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 اوب 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 هذا ما عليك كنت بهوش شوي على طول لا البئر الخلت رمية تماس بدون دقة هلا شوف اي قلك والله كنت بسيطة تمريرة اي ما عليك يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد ما عليك خرب بيته ذا رود خليت هاي ما عليك يا اخ خليت المفروض يوصل عبد والله لون الزمن ايش فيه يا اخي مع الظل ما اشوف انا داقلش يا خنيس ايش ذا الباص لا غريتينو بعد تحرك جيد من اللاعب وش بيلي ده
انطلاقه وبدايه الفرصه. جاي 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 جاي. ها 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 رود خليت يا اخي. هنا البيجن البيجن. ها يا رشيف ولد شاري تنس يا ولد. ايوه قاعد تحملها قالك دخلت استوف شاري تنس. شوف 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 اهوش لك يا عمي اهوش لك. وين ار يو جوينج؟ هنا والله ما يا اخي ماني شايف رونالدينيو يعب. بقول لكم ما يبغى المفضل ايه جد ايش اخذت خيار عبد الله منفرد ولا متعدد؟ لا متعدد. جميل تبادل الكره يا اخي تخلص العب. هاي شوف قد ساعه قد يعك اكس ناول شوت 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 اكسر قد طارت في قلب بيض رايفلز مو رايف قلنا بالضبط رايف بالزمن رايف حكم صفر ايش ده ما في وقت ايه خلاص صفر خلاص ثلاث ايه موسم ضد بعض ايش ذا حسين تكفير مالك ولا شوطه قال ولا شوطه ولا شوطه على الباب ولا شوطه على الباب ولا شوطه على الباب حبيبي شوف ولا ها ولا شوطه على الباب لك بس ماسك كوره مسوي عبد دبيب ما قالها هونزوس قالها هونزوس ايه حتى ما شط على الجماهير انت انت وتركي منيك ايوه قالها ها ترى انا مخلي مكرونه احتياط تلعب على بنت سبعه انت انت حسين انت المسيح الدجال تركي فريقك زين المسيح الدجال وش بدك تحمل عبد الله ايش بك والله ما ادري ضغطك مربع لعله تحمس رونالدينيو هنا ما عليه هاي شفت تسلك معاه يا ليل السلك يا ليل السلك مسلوك الثالث هذا ما عليه ديلي صور يعني مو موجود ولا اه ما ادري عنه لوثر ماتس خلاص خلاص مرة صح قول بس مو كل مرة كل اللي تمسكها يا يا شوف 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 المعتد شوف شوف هو الضغط شوف المعتد صح ماتيس اي مالك عين الضغط فيجو 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 في ما عليك ايش ذا ما ادري ما شاء الله كم فيك هو لا بالك جدد الثقة فيك عوضية لا والله هذه نجدد الثقة فيك تعرف انه هذا كانوا يسموه نوير زمانه والله الله 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 روبرتو كارلوس اسحب الارض يلعبون بثقة يا الله يا ايش ده كيف اخذها الله 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 اول اول شوط يسجل اوكو اول شوط يسجل على اساس انت اول شوطك ما كانت هدف من اول لا ما كانت هدف الا انت اول شوط وثاني شوط كلها اهداف كانت لا 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 هي كذا الحياه يقول لك من شاط شوطه فاللي يسجلها اهدافه غيبه غيبه كم لاعب كل مهاجم تجارب تجارب شوف شوف هذه 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 حركات معرقين شوفها اي ترجع رد النادي اي شوف 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 طيب كيف هذا لازم تتعلمها حسين طيب قول لك اضغط اكس بالجير اكس بالجير حلو بعدين امشي مثلثين اكس بالجير ايوه اكس بالجير ليه جم شوت البرون غير بالحقيقه الماي تيم طيب ها شايف الضغط شايف الضغط يقول الله ما سوي ضغط والله ما نسوي ضغط قال لك سوي ضغط ايه مو ضغط ضغط او تو بس عبد الله اصبر 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 دين النبي ضغط دقيقه بالغلط جيت حتى انا ببدل دقيقه دي والله في بديل ناجح كنت العب لما لعبت التركي كنت ادخله دقيقه اصبر ناجح صدق انه هذا اللي طلع سويت شيل شيل حسين شيل برجع اضغط سويت كل شيء لا لا تقول حسين والله في في بديل ناجح دقيقه والله كان ناجح حسين شوت من نص الملعب حسين والله لا دقيقة خمسة يا حارس كذا 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 لا لا بديل ناجح لا 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 بديل بديل مو حارس لا 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 ولا دخل خيم كوم بتركي ايش اللي دخل حارس سوق مو كوم بحبيبي تلقى لا لا دخل حارس دخل حارس بيصير مشهور على حسي هذا فيها انت بتنق باليوتيوب يا عبد الله صحيح واحد نزل باليوتيوب زيك الوقت السلام عليكم اليوم فزنا ضد عبد الله بتنق باليوتيوب يا عبد الله
يلا 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 دخلت ويلك يا حسين. ايوه خلاص ايوه بتصير نجم اليوتيوب يا عبد الله. ما يهمني هذا البديل ناجح انا اضمن لك اياه 100%. لحظات ممكن نشاهد تغيير من جانب المدرب مكونه داقليش دخل مكونه دخل هذا عندي لو والله كان حيسجل لو وصل ايش الله ايش يا ناجح يا خلي خلي طب قدام الباب خلي خلي اي خلي قدام اوريك لا خطأ ايش نكذب يا حسين تسلل ايش نسوي لك يا اخي انت انا قلت انك انت المسيح الدجال مالديني يا نكبة قد تتسبب هذه المشاكل لدفاعات الخصم صادع النبي بص يا غواش رد خليت ديجو مارادونا ايوه ايوه ديجو ديجو مالديني يا حبيبي اسمه مالديني اسم على مسمى يا عيني يا رش الباص هنا مالديني فين رايح؟ تعبوا مهاجم الضابط ده داقلي رنتينو هاي شوف الله يطلع لك قطع عبدو مدري مين ولي امبيد والله غالي يا عيني يا دخ كيف ضاعت امبيد شوف كيف ضاعت النص ينفرد ويسجلوا يشوتوا عبد الله ينفرد يرجع ورا ضغطك صعب طيب يا اخي هذا اللعبة ماي جاد بلش تو انسى ايش ما كان يمدينا شوف مكرونة يقول لك من جد وجد من زرع حصد والله من زرع كنت بعطي كعب للورا ايه ما تقدر لاني انا حصدت شافوا اللي سواه حسين بيسوي ذي ايوه اوه ماي واو صلاح الصغير ذا قوي واي مكرونة انا اوريك كمان السياسة الله عبدالله هذا ممكن تحتوه يوتيوب بس طيب انه دقيقة خليه انفرد حسين لا تنفرد لا تخليه ينفرد حيسوي دي ايوه العب اوديك انا حساب 4-3 اوف انتهت مهمتك اي والله طلعت كل الفريق يضرب هاي شوف شوف نزلت والله انا واحد بموت امه ترى 3-1 ترى يعني عادي اعتبر الرابع يعني ما بقي الا انت تقيم لعيبه ونجوم كبار يا تعبان من ذا ظهير الاتحاد والله شو اسمه بلاده شوف افتكاك الكره بدون خطا لا المفروض تعطي رش طمن لكم وش فندر صار واضح انك بالقوه فايز راح يطير حتى هو ما رجع لازم اعاده ايش رايك بس ما قلت لك حبيبي يلا